جزء من ايه طوال فتره عملها في غزه. برضه احنا جايين عشان نرد على تساؤلات وشائعات كتير اللي بتطول كل مشروع قومي بيتعمل في مصر، يعني زي ما اتعمل قناه السويس الجديده وتقال عليه ترعه ومش لازمه، برضه احنا شغالين في قطاع جنوبي ده برضه ده ملوش طائل ومش لازمه. فاحنا برضه جايين عشان نرد على التساؤلات ونرد على الشائعات عشان ما نوصلش منطقه الاحباط للمصريين ان احنا كل مشروع قومي بنعمله بيصد عليه سياده الرئيس انه ملوش لازمه وانه ده خساير وبتاع. الكلام ده مش صحيح. كل مشروع قومي بيعمله سياده الرئيس مشروع ناجح وواعد هيوصل المصريين لاحسن حال ان شاء الله. اخترنا المكان ده في السويس ما عملوش في الاسماعيليه عشان نبقى في قلب الحدث اللي هو في قطاع جنوب اللي احنا بنعمل فيه عمليه التطوير دلوقتي واللي احنا شغالين فيها واللي ان شاء الله هنخلصها خلال الفتره اللي كنا محدده واللي كان مصدق لنا فيها سياده الرئيس اللي هم السنتين وست شهور الاحتياطي. هنوصل لست شهور الاحتياطي يمكن في جزء منهم مش هنخلص ست شهور، لكن في جزء تاني يمكن نخلص ست شهور لظروف هنحكيها واحنا بنشرح المشروع. يعني استراتيجية الهيئة للتطوير هي عبارة عن رؤية ورسالة. يعني الرؤية بتاعتنا ان في السريان المياه اللي احنا متواجدين فيه في قناة السويس ده لازم يكون آمن وقاعدة مستدامة للصناعة. دي أهم حاجة عندنا يمكن دي في سياستنا ان هي مجرى الملاحي لقناة السويس مجرى ملاحي آمن. وعشان كده عملية الأمن في مجرى الملاحي بتاخد مننا يمكن مجهود كبير، بتاخد عندنا دراسة كتير، بتاخد مننا متابعة كبيرة جدا عشان تأكد ان كل مركب بتاخد الخدمة بتاعتها المظبوطة اللي تخليها تعبر قناة السويس آمنة في 12 ساعة. وبرضه احنا الرسالة بتاعتنا ان هي الحفاظ على التدفق الآمن زي ما احنا بنقول المستدام لحركة التجارة العالمية كمان، مش بنتكلم بس على ان كل مركب تعدي، لا احنا بنتكلم على حركة التجارة العالمية. احنا بنمثل 12% بيعبروا في قناة السويس من التجارة العالمية بالكامل، وده على فكرة رقم كبير، مع ان احنا بنقدم برضه نظام متكاملة من الحلول التكنولوجية والمعدات والخدمات المستدامة لكل السفن اللي بتعبر قناة السويس. المحاور الاستراتيجية بتاعتنا خمس محاور. أولهم تطوير المجرى الملاحي، ثانيهم تحديث الأسطول البحري، وبعدين تعظيم الاستفادة من أصول النهاية وتنوع مصادر الدخل والاستدامة والمحافظة على البيئة. أولاً تطوير المجرى الملاحي في السويس. الحقيقة احنا في المجرى الملاحي التطوير مستمر. يعني احنا لما بنشتغل في مجرى غير ان احنا مثلا من قناة السويس الجديدة وغير القطاع الجنوبي، لا احنا في حاجات أخرى بتعمل، زي مثلا لما عملنا خمس جراشات علشان الطوارئ، السفن اللي هي ممكن يحصل فيها طوارئ من الطوارئ، وبالتالي بتحتاج ان انت تربطها في الجراج دوت او في مكان الباركينج ده علشان ما تعطلش بقيه الكونفوي اللي احنا بنقول عليه الامن المستدام للملاحه، ان انت تحافظ على ال 11 ساعه اللي احنا متفقين عليها مع المستخدم او مع العميل ان هو هيعبر قناه السويس 11 ساعه، وبالتالي ما يحصل